سوريا ليس التغيير في الشارع، ليس من خلال عمليات انقلابية، بل نحن بلد ديمقراطي وبلد برلماني، التغيير يتم عبر المؤسسات وليس عبر الشارع، وهذا أسلوب أثبت عقمه وأثبت أنه يؤدي إلى مزيد من التوتر ولا مزيد من التشنجات والمضاعفات، ونحن في غنى عن ذلك. يجب أن نحفظ استقرار الأوضاع المالية والاقتصادية في لبنان ونحافظ على مستوى عيش اللبنانيين، وبالتالي فإن النتائج إن شاء الله التي سوف يتمخض عنها هذا المؤتمر سوف تكون دافعا حقيقيا من أجل السعي لدى الجميع في عودة المؤسسات الدستورية.